خالص وشيخنا. نعم تفضل. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة؟ اللهم اغفر للمحلقين واغفر للمقصرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. يعني أن الحلق أفضل من التقصير في الحج. السلام عليكم.